ترأس سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة الاجتماع 31 لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أكد سعادته أن دول المجلس تتطلع بكثير من الأمل والتفاؤل لمسيرة العمل الشبابي الرياضي المشترك بدول الخليج العربي، مستلهمين من توجيهات قادة دول المجلس حفظهم الله والتي تضمنها أعلان الصخير الذي وجه على أهمية دعم وتطوير دور الشباب في تفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات التي تسهم في تعميق الترابط والتكامل وترسيخ الهوية الخليجية وتعزيز قيم التسامح والتعايش. بدورهم أشاد وزراء الشباب والرياضة باللفتة الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله بتخصيص جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لحث الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والأفراد على الاهتمام باحتواء الشباب لتشجيعهم على تحسين البنية التحتية المتعلقة بالشباب، إضافة إلى تنشيط دورهم وتحفيزهم للدخول بقوة في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. فيما أشاد وزراء الشباب والرياضة بمبادرات البحرين الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبنجاح مؤتمر الشباب الدولي التاسع الذي تستضيفه المملكة بمشاركة 1000 شاب وشابة من مختلف دول العالم. اليوم مع أخواننا أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة تطرقنا للعديد من القرارات اللي بتنصب إن شاء الله في خدمة الشباب في دول مجلس التعاون، واللي تترجم قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة ما تم طرحه في قمتهم الأخيرة المنعقدة في الصخير بشأن تكثيف البرامج الشبابية وأيضا تمكين الشباب اللي يكون له دور كبير وواسع في تقدم دولنا. أيضا تم اعتماد الاستراتيجية اللي بتكون إن شاء الله ممتدة إلى 2022. هذه الاستراتيجية الشاملة اللي بتغطي جوانب عديدة في مجال الشباب، سواء كان مجال البرامج أو مجال الصحة والعمل وغيرها من الأمور. اليوم نرى أن من خلال هذه الاستراتيجية إن شاء الله سيبنى حجر الأساس لخطط ومشاريع تنفيذية تتم بأيدي وأيادي شبابية، ومن خلالها نرى إن شاء الله مشاريع مشتركة، مشاريع تنموية شبابية إيجابية تعزز أهمية إشراك المجتمع الشبابي الريادي والقيادي بجميع مجالاته وجميع أنواعه. كان اجتماع مثمر وإيجابي، كل خطوة نخطوها نحو المستقبل وكيف نحن نقدر نعمل مع بعض لنمكن شباب الخليج. أبغي أبارك لمملكة البحرين على المؤتمر الدولي للشباب أمس، مؤتمر رائع ومميز، شراكات رائعة من شباب نماذج حول العالم، ونحن نطلع لهالفرص والمشاركات على المستوى المحلي والدولي والإقليمي.